شكرا للزميل سلطان الشامسي على هذه الجولة المميزة من قسم الأسماك في سوق الجبيل. شكرا لك مرة ثانية سلطان، والشكر موصول لكل القائمين على هذا السوق. متواصلين معكم مشاهدينا، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة. مسيرة عامرة بالعطاء والإنجازات حجزت من خلالها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مكانتها المتميزة في الدولة، وذلك لما تقدمه من جهود حثيثة للارتقاء بقضايا ذوي الإعاقة وحقوقهم بكل ما تقدمه من مساع لاحتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. مشاهدينا، من خلال هذا اللقاء نسلط اليوم الضوء أكثر على خدمات هذه المدينة. يسعدنا وشرفنا أن نرحب وياكم في استديو صباح الشارقة بسعادة الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. سعادة صباح الخير. صباح النور. حياكم الله معنا في صباح الشارقة. أهلا أخي إسماعيل، حياكم الله. الله يحفظك يا رب. أستاذة منى، شكرا أول شيء من القلب على جهودكم الكبيرة، والله يبارك في هذه الجهود اللي ما شاء الله صداها يعني تخطى نطاق إمارة الشارقة دولة الإمارات إلى العالم، وإن شاء الله يعني بإذنه تعالى مكملين في أكيد يعني هذه الخدمات الإنسانية اللي تقدمونها للذوي الإعاقة. اليوم أستاذة منى، يعني ما شاء الله المدينة حجزت اسم كبير في صف يعني المؤسسات والمدن الإنسانية اللي تقدم طبعا دعم المعنوي والمادي لذوي الإعاقة. نتحدث عن سر هذا التميز اليوم. والله سر التميز في أشياء كثيرة. أول شيء اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والرئيس الفخري للمدينة، ومتابعته للمدينة وتوجهاته. والسر الثاني ممكن نقول فريق مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية وعلى رأسهم سعادة الشيخة الجميلة بنت محمد القاسمي، اللي دائما تحثنا على أن نقدم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم. نعم. يمكن المدينة مثل ما تعرفون أن هي أول مؤسسة على مستوى دولة الإمارات. إذا تكلمنا سنة 79، منو كان في هيك الفترة يفكر بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ نعم. إمارة الشارقة كانت هي اللي تفكر، وهي فكرت كيف نخدم هاي الفئة من الفئات، واللي إحنا بديناها أول شيء مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. فالمدينة صار لها 43 سنة تقريبا، فهاي الخدمات يعني والاسم هذا ما جاء بسهولة. أكيد كانت في تحديات كثيرة، في أمور كثيرة إحنا واجهناها، ولكن لله الحمد ثقة المجتمع، ثقة الأسر في المدينة والخدمات اللي إحنا نقدمها، واللي إحنا نواكب التطور ما بقول المحلي ولكن التطور العالمي في نقدم للأشخاص من ذوي الإعاقة حتى يوصلون لمرحلة التمكين واعتمادهم حتى على نفسهم. ما شاء الله، وهذا شيء قمنا نشوفه يعني الآن بعد هذا المشوار الطويل. أكيد أستاذة، يعني قمنا نشوف ذوي الإعاقة في المجتمع أسوياء في كل مكان، يتمتعون بحقوقهم الكاملة، وما شاء الله مدينة الشارقة يعني وفرت لهم الكثير لله الحمد. كل ما قدمنا خدمات في الطفولة المبكرة كل ما كانت النتائج إيجابية وكانت أسرع، ونعدي الفترات اللي ممكن يقضيها الطفل في البيت بدون أي خدمات. يعني الخدمات هاي اللي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة هذا يعتبر حق من حقوقهم. حتى إحنا قبل ما يطلع القانون دولة الإمارات المدينة كانت تسعى إلى تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير الحقوق. المدينة ما أخذت القضية يعني ما أخذت يعني كإعاقة أو الخدمات، إن هي الخدمات موجودة في كل مكان حاليا في الدولة، ولكن المدينة أخذت على عاتقها قضية الإعاقة. معناته حقوق، معناته مش فقط أقدم خدمة من الخدمات سواء في أي خدمة، سواء العلاج الطبيعي أو الوظيفي أو تنمية مهارات أو خدمات التواصل النطق واللغة، ولكن إن هاي قضية معناته قضية شو احتياجاتهم هم، كيف ندمجهم في المجتمع، كيف احنا نساويهم مع الاشخاص اللي هم غير معاقين، كيف نوفر لهم الخدمات اللي هم بحاجه إليها كاي حاله من حالات الاطفال الموجودين يعني في المجتمع او الشباب اللي في مرحله يعني مرحله الشباب. نعم. فالخدمات هاي او نقول احنا المدينه اخذت قضيه الإعاقة قضيه إليها انها تدافع، يعني احنا ممكن ندافع عن اي قضيه، مثل لو نشوف طالب مثلا يعني مو بعدنا في المدينه مثلا وشفنا يؤذى مثلا في الاماكن العامه. نعم. هل احنا بنسكت؟ لا، احنا ما راح نسكت. صح. يعني في طرق اخرى، يعني في مؤسسات في دوله الامارات انه ممكن واحد يبلغ عن عن, عن هذا الشيء. صحيح، جميل جدا، جميل. استاذ، خلينا ندخل شويه للمدينه. شو هي اقسام ومدارس ومعاهد مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه؟
المدينة توسعت ولله الحمد حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا بدينا أول شيء بالإعاقة السمعية، مدرسة الأمل للصم وروضة الأمل للصم، وبدينا بعدين هاي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات لذوي الإعاقات الذهنية. بدينا إحنا بعدين دخلنا خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، مركز الشارقة للتوحد، مركز التدخل المبكر. يعني إحنا المدينة أول من سعت لهذا الشيء، كذلك مركز التقنيات عندنا، مركز فلج للإبداع والفنون. يعني حتى ركزنا على كل هاي الجوانب اللي إحنا يعني المدينة عندنا. طبعا غير في عندنا ثلاث فروع في مدينة كلبا وخرفكان والذيد. طبعا شو الخدمات اللي احنا دائما نشوفها نواكب التطور العالمي، احنا نقدم هاي الخدمات اللي هي موجوده. بس حاليا هاي الخدمات عندنا مثل ما قلت لك انا مركز فلج. مركز فلج طبعا هاي يقدم خدمات بالنسبه للفنون، بالنسبه نشوف ابداعاتهم مواهبهم، سواء كان في الرسم، كان في المسرح، كان في الموسيقى. فهذا بعد موجود عندنا من ضمن الأشياء اللي نقدمها للأشخاص من ذوي الإعاقة. ما شاء الله، يعني المدينة ما غفلت أبسط شيء يحتاج ذوي الإعاقة أن تقدم له، توفر له كل شيء بكافة المراكز المختلفة. نعم. يعني ولله الحمد، يعني محظوظين الصراحة. احنا محظوظين بالفعل. احنا يعني الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة الشارقة، يعني مثل ما قلت أنا بتوجهات من صاحب السمو ومتابعة حثيثة طبعا من سعادة الشيخة جميلة. يعني احنا نواكب التطور العالمي، نشوف لوين احنا واصلين اساسا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وايضا يعني على ان شاء الله قريبا ايضا مبنى الجديد، صحيح استاذة؟ نعم. نعم. يعني ما شاء الله نشوف دائما الانشاءات تجري على قدم وساق. نعم. يعني احنا في مبنانا الجديد ان شاء الله باذن الله، يعني يمكن تكون نقلة في شهر سبتمبر ان شاء الله. يعني تجهيزات قائمه حال في الوقت الحالي، وبعد بحاكي التطور. يعني مو عشان مبنى جديد، ولكن هي الخدمات موجوده حاليا، ولكن احنا نشوف افضل الممارسات العالميه حتى بعمليه سهوله الوصول بالنسبه لكافه الاعاقات اللي مسجله عندنا في المدينه. اتوقع بيطلعون من المركز الجديد للكشافه والمرشدات، يعني ايضا راح تهيئونهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا بالعكس، يعني احنا حتى تهيئه البيئه العمرانيه بشكل عام في اماره الشارقه، عندنا احد الاشخاص من المتطوعين عندنا في اي مبنى جديد يفتح في اماره الشارقه. يعني اخوي عيسى مخشب يروح ويقيم المكان، هل بالفعل يحتاج الى تطوير اكثر بالنسبه لسهوله الوصول بالنسبه لذوي الاعاقه بشكل عام وذوي الاعاقه الحركيه بشكل خاص. فهذا لان هذا حق من حقوقهم انهم يتمتعون في كل مرافق اماره الشارقه. جميل جدا. سعادتك، يعني اليوم بمجرد انضمام الطفل الى المدينه تبتدون طبعا باستقباله بابتسامه، يعني مثل ما عودتم دائما اللي يزور هذه هي المدينه، تقدمون له طبعا الاستشاره، تقدمون له الدعم. كيف تتم هذه العمليه؟ ومن ثم ايضا يعني فصل او تحديد نوع الاعاقه وفصلها لطبعا اتخاذ المسار في بدء معالجه المشكله هذه. يعني احنا اول ما يجينا الطفل طبعا يجينا عند الخدمه الاجتماعيه قسم التسجيل عندنا، تقابل الاخصائيه الاجتماعيه، تحدد وين طبعا الاعاقه. اذا كان في تقرير طبي هذا اكيد بيساعد اساسا حتى في وضع البرامج، في وضع الخطط. اذا ما كان التقرير الطبي مثلا موجود، طبعا في عندنا الاخصائيين النفسيين، احنا نعتمد على التشخيص النفسي. هنا التشخيص النفسي يبين احنا شو فئه الاعاقه، هل كانت مثلا توحد، هل كان عنده اعاقه ذهنيه، وحسب نوع الإعاقة واحتياجاته للخدمة يتم مثلا إلحاق الطفل حسب القسم. القسم اللي بيتم إلحاق هذا الطفل حسب المنهجية اللي هي موجودة عندهم، بعد بيسوي له تقييم ثاني وبيشوفون شو الخدمات اللي هي تناسب. يعني مهمة التقييم انه يبين احنا وين جوانب القوة عند الطفل وين جوانب اللي يحتاج الى تحسين، واحنا هني نشتغل على هذا الجانب. اذا الطفل على سبيل المثال بحاجة لخدمات الفصول مثلا في التوحد، بيدخل طبعا في فصول التوحد او قسم مركز الشارقة للتوحد. يحتاج الى نطق ولغة، يحتاج مثلا الى علاج وظيفي، بعض الحالات تحتاجون الى علاج طبيعي حسب يعني كل حالة، وإن كان نفس التشخيص بس كل حالة تختلف عن الحالة الثانية الأخرى. وهذا الشيء اللي بيساعدنا بعدين إحنا، ونشوف بعدين مراحل تطور الطفل بالتدريب، نحط له تدريب، بعدين كل فصل يتم تقييمه
لما يكون في هذا التقييم، طبعا عندنا الأسرة هي الشريك الأساسي، فالأسرة تكون موجودة بعد مع الطفل. لما نحط الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطفل يتم شرح للأسرة كافة شو النتائج اللي طلعت له، شو البرنامج اللي هو بياخذه، ويكون يعني تعاون بينه وبين بين الأسرة. جميل سعادتك، يعني بنتكلم عن العمر أيضا. اليوم المدينة تستقبل الأطفال والكبار ولا في عمر معين يعني تشترط دخول الطفل؟ إحنا عندنا من تدخل مبكر من سن الولادة، يعني بعد ما ينولد الطفل يعني، أو أحيانا حتى قبل الولادة إذا كان الطبيب ذكر للولي الأمر يحتاج مثلا عنده مثلا تشوه أو عنده مثلا إعاقة محددة، لأن الحين الطب تطور، فإذا احتاجوا الأهل لاستشاراتنا ما قبل الولادة إذا بين أن الطفل عنده أي مشكلة، أكيد قسم التدخل المبكر يدعم الأسر. يعني أهم شيء في المرحلة الأولى دعم الأسرة. نعم الطفل في هاي المرحلة أكيد بحاجة لخدمات، ولكن هني أنا لازم أدعم الأسرة عشان تتقبل هذا الطفل وتحس أن في مجتمع متفهم لحالة الطفل، متفهم لاحتياجات الأسرة، يحتاجون للتوعية، يحتاجون للدعم، يحتاجون للتدريب. وخاصة الدعم النفسي في البداية، يعني الأسرة كثير تحتاج لهذا الجانب. وعندنا من مثل ما قلت من التدخل المبكر لغاية إيجاد الوظائف، يعني احنا عندنا لين سن المراهقة لين عمر، يعني كل قسم من الأقسام اللي هي موجودة عندنا، يعني من التدخل المبكر لين عمر 5 سنوات، من 5 سنوات إما يدمج في المدارس الحكومية أو الخاصة، أو يروح في المراكز التوحد أو مدرسة الوفاء لين عمر 16 سنة، بعد 16 سنة عندنا مركز مسارات للتدريب والتأهيل، وهذا طبعا نمكنهم لإيجاد الوظائف والاعتماد على النفس حسب مهارات وقدرات المنتسبين عندنا في المدينة. جميل جميل جدا. إذا متابعة رحلة يعني ذوي الإعاقة من يعني الطفوله المبكره حتى يتم الاطمئنان، يعني وهذا اللي يميز يعني المدينه، يعني يعني احيانا تشوف بعض المؤسسات عندها طفوله مبكره، احيانا لا، احنا يستقبلون طلاب من عمر 6 سنوات وما فوق. احنا المدينه عندها يعني عندنا متكامله جميع الخدمات من سن الولاده لها وحسب الاعاقه بعد. استاذ الدعم النفسي والترفيه يعني شيء مهم جدا، خصوصا الاطفال يعني تحب هذه الاجواء اللي فيها أنشطة وفيها فعاليات. كلمنا عن جانب الأنشطة والفعاليات اللي تقدمونها للأطفال وأيضا بشكل عام المشاركات على مستوى داخل الدولة. إذا تكلمنا عن الجانب الترفيهي، هذا حق من حقوق، هذا بعد أكفل الدستور أنه حق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة جانب الترفيه. جانب الترفيه هذا يعتبر احنا يعني كنوع من الخدمات، كنوع من التدريب، كنوع من العلاجات اللي هو يحتاجها حتى الطفل او المنتسب عندنا. نعم. طبعا احنا عندنا كل قسم من الاقسام الى برامجهم الخاصه من رحلات، طبعا في عندنا رحلات ترفيهيه وفي عندنا رحلات تعليميه. نعم. المدينه بعد اخذت على عاتقها اشياء كثيره، عندنا المركز الصيفي على سبيل المثال، احنا يعني يمكن كل الدولة بشكل يعني بشكل عام عندها برامج خاصة حق الأطفال وبرامج خاصة حق اليافعين. زين الأشخاص من ذوي الإعاقة وين يروحون؟ خاصة إذا تكلمنا عن الإعاقات الشديدة وحالات اضطراب طيف التوحد وين يروحون؟ فالمدينة سعت من سنة 86 المركز الصيفي للأشخاص من ذوي الإعاقة وأصدقائهم. الجانب الثاني عندنا المدينه كنا يعني ننظم مخيم الامل، وهذا مخيم في هاي اللقطات سعادتك يعني نحن قاعد نتحدث في اللقطات قاعد تعرض. عندنا مخيم الامل ونتكلم عن اللقطات، عندنا مخيم الامل طبعا هذا مخيم كان خليجي سواء عربي سواء عالمي، فبعد نفس الشيء يعني في كلها برامج انشطه وتثقيف. الأنشطة الرياضية مثل ما قبل شوي، هذا كان أمس كان في نشاط عن شهر التوعية باضطراب طيف التوحد. أحيانا في بعض الحالات يعني ما يقدرون يندمجون مع أقرانهم الغير معاقين، فإحنا نسوي مثلا بعض الألعاب اللي هي تناسب مهارات وقدرات الطلاب. هاي اللقطة بعد هني في يوم
العالمي لذوي الإعاقة. فهاي كلها أنشطة وبرامج تخدم العملية التعليمية بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام. نعم. ودائما أحيانا يكون في مشاركات من المدارس، مشاركات من الجامعات، مشاركات لأنهم مع يحتاجون لهذا الدعم لأنه يزيدهم من ثقتهم بنفسهم والجوانب الاجتماعية والنفسية، هذا تساعد على هالأشياء. فإحنا يعني ما نقول أن الأشخاص من ذوي الإعاقة غير قادرين، لا، لكن هم قادرين إذا إحنا وفرنا لهم البيئة المناسبة. صحيح. كل ما وفرنا لهم البيئة المناسبة هم يقدرون يندمجون في المجتمع. جميل. نتكلم عن تحدي طفولة ثون، طبعا هذه من أهم الفعاليات اللي تقدمونها، كلمنا أكثر عنها سعادتك. طفولة ثون صراحة بدوها مركز التدخل المبكر. نعم. عندنا طبعا هو افتتاح التدخل المبكر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كان 26 نوفمبر 1994. فكل سنة احنا نحتفل بهذا اليوم. هذا طبعا مو بس النشاط فقط اللي احنا بالنسبة للطفولة ثون، ولكن في توعية في المدارس، في الحضانات بالتحديد، لان حسب المرحلة العمرية. صحيح. والمرحلة الابتدائية بعد. فطفولة ثون يعني يمكن المشاركات كانت جدا بالآلاف صراحة من المدارس. هو توعية للمجتمع بأهمية التدخل المبكر، بأهمية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. فهاي جوانب رياضية، وأحيانا يكون في جانب محاكاة بالإعاقة، يعني يخلون مثلا الطفل ممكن من الأطفال اللي هم مشاركين من المدارس يقعد على كرسي متحرك، يشوفون مثلا شو إحساس الشخص اللي هو من، أو مثلا أحيانا يخلونهم مثلا يربطون عينهم بربطة يشوفونهم مثلا مكفوفين كيف ممكن يتعايشون، كيف إنه يتحرك الكفيف. فهذا لغة الإشارة مع بالنسبة للأطفال الصم. فهذا الجانب يخلي يعني الطفل يتعود يشوف مثل هاي الإعاقات، ما يحس ان هذا الطفل ذوي الإعاقة غريب عن المجتمع. نعم صح. فدور التدخل المبكر هي التوعية، دور التدخل المبكر ان نكتشف الإعاقة. فطفولة ثون يعني حقق هذا الجانب بمشاركة افراد المجتمع بشكل عام صراحة. نعم. يعني هاي يعني السنوات اللي طافت وهاي السنة بالتحديد بعد كوفيد. نعم. انطلقنا انطلاقة كبيرة صراحة هاي السنة بعد، فكانت المشاركات تقريبا ما يقارب ل 2000 طفل يعني على مستوى إمارة الشارجة، وحتى في مشاركة من إمارة دبي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله سعادتك ويبارك في جهودكم إن شاء الله. ومثل ما قلت ما شاء الله يعني أنتم مثل النجم الساطع في خدمة أخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة بكل الجهود اللي قاعد تقدمونها منذ نعومة أظافرهم حتى يعني وقوفهم في مركز مسار التوظيف، انكم توظفونهم وتخلونهم سويا في المجتمع وما تقصرون. شكرا لك سعادتك على وجودك معنا اليوم. العفو. والله يبارك في جهودكم ان شاء الله، واتوقع لكم مشاركه قريبه في مهرجان شرق القرايه للطفل. نعم. لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا للتلفزيون. شكرا لك. نشكر ضيفتنا سعاده الاستاذه منى عبد الكريم اليافعي على وجودها معنا اليوم في اكيد برنامج صباح الشارقه.